مريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على إذا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. لقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة، تركنا على خير شريعة وعلى أفضل منهج. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء. يقول الله تعالى في كتابه العظيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من أعطي من هذه الدنيا فقد ابتلي، ومن منع
من شيء من الدنيا فإنما ابتلي بذلك. من أعطاه الله مالا وصحة وفراغا وقوة وولدا ومات آمنا في سربه ومعافى في بدنه، يأمن على نفسه وعلى عبده وعلى أولاده، وعنده ما يكفيه ليوم واحد، فكأنما جمعت له الدنيا كلها بحذافيره. هذه الحياة رحلة قصيرة تبدأ بميلاد وتنتهي بموت. كل من سبقنا من صالح أو فاسد كان مصيره إلى الموت وإلى لقاء الله عز وجل. وإن حسبت عمرك بالنسبة لعمر الأرض التي نعيش عليها فإنها تعد عشرات الملايين من السنين، وما بقي منها الله أعلم به. فهذه اللحظات عندما يقيس الإنسان عمره مع عمر البشر أو مع عمر الكرة الأرضية، يجد أن عمره عبارة عن دقائق بالنسبة لعمر الكون. هل أتى على الإنسان حين من الله لم يكن شيئا مذكورا؟ فجعلنا الله وأرادنا أن نكون، وهيأ لنا أسباب الحياة. فإن أعطاك الله فليس بميزة فيك، وإنما يعطي من يشاء. وإن أعزك الله بملك أو مال أو سلطان أو علم، فاعلم أن الله هو المعطي، ولو شاء لسلبك ذلك. وإن ابتلاك الله بفقر وحاجة ومرض، ابتلاك الله بزوجة أو ولد حتى تضيق النفس عن نفسها ويتكدر خاطر الإنسان لما يراه ليفوض أمره إلى الله، ابتلي نوح بزوجته وولده، ابتلي لوط بزوجته وقومه، ابتلي الحبيب عليه الصلاة والسلام بعمه وعشيرته وقومه. هذه الحياة لا تستمر على حالة واحدة. من أدرك المغزى منها والغاية من وجودنا فيها هان عليه كل ابتلاء وشكر الله على كل عطاء. هذه الزوجة التي أعطاك الله إياها لا بد من الصبر عليها، ولا بد من حسن إرشادها وتوجيهها، ولا بد من الدعاء لها ولأولادك بالهداية ولسائر المسلمين، وأن تتفقد أحوالهم وأن تسير بهم سيرا رفيقا، لأن النهاية تبدأ من حيث ولادتك أو من حيث أن تحمل بك أمك. ينزل ملك ويقول يا رب، انظر لا يقول له كم عمره، يقول الرزق شقي أو سعيد أجل. ومعنى يقول أجل وليس عمر، العمر يقتضي أن تعمر فترة طويلة. الأجل يعني أجلت تأجيل، مثل ما يقول إنسان عليه دين أو كذا، يقول له أجلناك إن شاء الله ربنا، أجل لنا تأجيل في الحياة الدنيا. منا من يموت في بطن أمه، منهم من يموت وهو طفل، منهم من يموت شابا، منهم من يموت شيئا. لكن التفكر في الغاية من الحياة الدنيا وقصرها، التفكر بأنها لا تدوم على حال، لا مالك يبقى في ملكه، ولا زوج يبقى لزوجه، ولا والد يبقى لولده. ما المطلوب منا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، تقوى الله ومخافته في السر والعلن، اتقوا الله حق تقاته، وبعدها يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كل خطبة نتكلم هذه الآية التي جعلت هذه الخطبة خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مقدمة لكل خطبة بعد ذلك. المصير أن تموت على الإسلام وعلى ملة الإسلام. كل ما يصيبك من بلاء الدنيا
وصدقت وأحسنت، أعطاك صحة فأراد الله عز وجل فيها ولم تصرفها في معصية، تكون من الفائزين الشاكرين. فليس الشكر شكر اللسان فقط، الله عز وجل قال لآل داود اعملوا آل داود شكرا، بدنا عمل، بدنا صدقة، بدنا حسن تربية، بدنا رافع للمسلمين، دعاء لهم. وإن أصابك بلاء فإنك لن يصيبك من الأمراض كما أصاب أيوب عليه السلام. حتى ضعف ووهن وأصابه البلاء الشديد وفقد أولاده وشق على زوجته طول الخدمة له، ثم أعاده الله من جديد وأحياه وأعطاه الصحة وأعطاه الذرية وأعطاه المال. يوسف بن بير يصبح ملكا على مصر. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة، يترقبه أقاربه ويضع جوائز لقتله، جوائز 100 ناقة، 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، ويأتي بعد فترة قصيرة فاتحة. لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله، إن أصابك بلاء فإنه من الله ولا يرفعه إلا الله. اجعل يقينك على الله، اجعل توكلك على الله. كل شيء غير الله سبب، كل شيء غير الله سبب. من الذي خلقه؟ الله. وأنت مخلوق من خلقك؟ الله. فإذا جمع الله بين بدنك وبين الدواء جعل الشفاء، وإن حال بينهما لن ينفعك الدواء. تأخذ بالأسباب التي تعينك على الدنيا وعلى الآخرة، لكن المعين على الدنيا والآخرة في الحقيقة هو الله، في الحقيقة هو الله. لكن الله عز وجل جعل للدنيا أسبابا، فمن كان يقينه على الله يؤمن بذلك، لكن الكافر والمنافق لا يؤمن على ذلك. فجعل الله الأسباب صارفة له عن الاستعانة بالله، وجعلها للمسلم مخلوقا يعينه بفضل الله. فيا أحبابنا، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا بصر مرض ولا نصر ولا تعب، هذه تفصيلات كثيرة من الحبيب عليه الصلاة والسلام بالتفصيل، ما يصيبه من كل هذا وغيره إلا كفر الله بها من خطاياه، وليس ذلك إلا للمؤمن. المصدق تصديق جازم، فقط المؤمن إلا كفر الله بها من خطاياه. فكل ما نرى من الأمراض الله الذي ساقها والله الذي يصرفها، ونحن نأخذ بالأسباب التي بينها الله لنا. ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، حتى الدعاء من الدواء. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على رجل وراءه مريضا كالفرخ، يعني مثل فرخ الدجاج يكون نوره أصفر ضعيف، ما لك؟ قال دعوت الله إن كان علي شيء معاقب فيه في الدنيا أن أعجله لي في الدنيا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو كما قال، لما دعوت على نفسك؟ ايش دعيت على نفسك وضيعت لك العقوبة؟ لو قلت الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. وأغضب الرجل على هذا الدعاء، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا الدعاء للدنيا والآخرة. قال فشافاه الله، شافاه الله من مرض. يطل النبي على مريض آخر، فإذا حمى شديدا، والمدينة كانت موبوءة بمرض الملاريا، أنها فيها برك مائية وفيها ينابيع. فقال النبي له عليه الصلاة والسلام طهور إن شاء الله. فقال بل هي حمى تفور تزيل القبور. قال كما قلت، الإنسان مؤكد بمنطقه، قل الحمد لله، نسأل الله الشفاء، نسأل الله أن يختار لنا الخير في هذا الشيء. فالناس لو أنها
بقدر خوفها من الأمراض لما كانت هذه حالة. الإنسان لا يمسك لسانه عن الكلام في الباطل، ويده تمس أي إنسان بسوء. انظر إلى هذا المرض ماذا فعل، أصبح الإنسان لا يغلق فمه ولكن يضع ما يغلق فمه عن الكلام وعن التنفس. ما الذي حدث؟ ما الذي أصابك؟ الناس ينظرون إلى صورة الشيء ولكن لا ينظرون إلى حقيقة الشيء. حقيقة الشيء أن الله عز وجل يبين لك بما رأيت من أمراض كيف تضيق عليك الدنيا، وكيف تخاف في بيتك من نفسك على غيرك ومن غيرك على نفسك. خاف من زوجتك أو ابنك يروح يجيب لك الفيروس. شوف الخوف كان عند الناس، لكن ما فكر إنه الرجل لما يخرج يأتي برزق حلال لزوجته وأولاده، وأن يسألهم عن دينهم وعن صلاتهم، وأن يسألهم ما يريده من الجنة وينقذهم من النار. فيا أحبابنا، وله في كل آية، كل آية من آيات الكونية، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد متفرد. فهم العالم جميعا بمخلوق لا يرى، وأضعف اقتصادهم ودمر نفسياتهم وأصابهم بالهم والغم والهلع والخوف والرعب. وما يعلم جنود ربك إلا هو. كثير من الناس قال راحت الأمة، فسدت الأمة، انتهت الأمة، هزمت الأمة. طال مثال واحد، كيف يذل عباده أمام الطائر والعاصي، المستقيم والفاجر. فالدار دار ابتلاء ودار اختبار ودار ضيق وهم وغم، والمغرب إما إلى الجنة وإما إلى النار. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم يا رب. اللهم لك الحمد على نعمانك وعلى عظيم عطائك، وأجعلت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأسعدتنا في هذه الدنيا بهذا الدين، واكتب لنا السعادة في الآخرة بشفاعة نبيك والوقوف على حوضي الأكرمين. ويا أرحم الراحمين، عباد الله، هذه الدار لا تدوم على حال، هذه الدار ليست دار مستقر. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الحياة الدنيا كمثل رجل استظل تحت شجرة ثم ترك، استظل تحت شجرة ثم ترك. اللهم اغفر لنا قلوبنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا، وسع علينا في أرزاقنا، وبارك لنا في بيوتنا، وأصلح لنا في غرارنا، وجعل عاقبتنا رشدا. اللهم يسر لنا اليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. لا تدع عبدا من عبادك في رقابنا ظلاما، ونجنا بحبك لأحبابك من أهوال يوم القيامة. اللهم اصبر علينا فوق الأرض وفوق الأرض، ويوم العرض عليك نسألك رضاك، ولا تشغلنا بسواك، فرحنا عند رقياك. وفق اللهم ملك البلاد إلى خير العباد والبلاد، وارزقه بطانة صالحة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين. فرج عن أمة محمد ما هي فيه فرجا عاجلا قريبا. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ما هم فيه. اللهم ادفع عنهم بلاء الخارج من الأرض والنازل من السماء. اللهم إنا نسألك المعافاة في الجسد والصلاح في الولد والأمن في البلد. اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحا طبقا طبقا غدقا، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إخواني نبتلكم بصدقاتكم وزكواتكم وتبرعاتكم على الأذى المسلوب، فإنه في ولم نستطع أن ندبر المبلغ المطلوب. إخواني الكرام، الصدقات تدفع البلاء، الصدقات تطفئ غضب الله كما يطفئ الماء النار وغيرها، تدخل صاحبها تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل. نحن في هذه الأيام، أيام الشدة، بحاجة أكثر من الصدقات والزكوات حتى يرفع الله عز وجل عنا هذا الوباء وغيره من الأوبياء والبلاء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم ويخلف عليكم مبارك فيكم، صلى الله عليه وسلم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.